انا تعبت بقى النهارده في السوق ده، انا جبت كيس كبير بس عايزه اخبيه هخبيه، بس هقعد بقى ارتاح شويه. ها يا اصحابي، شايفين الكيس ده؟ حذروا فذروا، هو فيه ايه؟ انا خليت الراجل يحطهولي في كيس اسود علشان بوجي ما ياخدش باله ايه اللي في الكيس. عارفين ايه اللي في الكيس؟ استنوا هوريكم، ولا اقول لكم؟ انا هدخل اجيب حاجه من جوه وهخبي الكيس ده. اخبيه ازاي؟ انا احط عليه المخدات. ايوه ماشي، هشيل المخده دي كده واحطها عليه كده كده كويس يا اصحابي، علشان بوجي ما يشوفش الكيس. انا رايحه بقى جوه وجايه هطفي على البوتاجاز وجايه على طول. يا سلام يا اصحابي، الواحد عاوز ينام حبه على الكنبه دي. يا سلام، حلوه قوي المخده دي. ايه ده، المخده وقعت؟ ايه ده في كيس هنا مستخبي؟ هي طماطم نسيته هنا ولا ايه؟ انا هروح ادخله لها المطبخ. ناخد بقى الكيس واشده كده واوديه لها. بس هو ماله تقيل كده ليه؟ تفتكروا يا اصحابي دي حاجة تفوتني؟ انا لازم اعرف ايه اللي في الكيس. افتحه ولا لا؟ هفتحه واشوف جواه ايه. لازم افتحه كويس وادور كويس. ده انا بوجي، استنوا بس عليا. يا نهار ابيض، شايفين اللي انا شايفه؟ شوكولاته العيد. ده لسه بدري على العيد قوي. وطماطم مخبياها بالمخدات، وحطها كمان في كيس اسمر علشان ما اخدش بالي. بس انا خدت بالي، دي شوكولاته كتير. يا سلام، ده انا هاكل شوكولاته لما اشبع. يا سلام، ده انا هاكل لما اشبع، ده انا بحب الشوكولاته قوي. ده انا لازم اعينهم كلهم واخبيهم في هدومي، اخبيهم كلهم علشان اخبي كل الشوكولاته دي، علشان طماطم مش ترضى تديني. تقعد تقول لي بقى ايه يا بوجي، سنانك هتسوس، ايه يا بوجي بطنك هتوجعك ومش هتديني. انا عين كل الشوكولاته، عينها كلها، خبيها كلها هنا اهو. ما تدخلي، شوكولاتة كبيرة مش قادرة تدخل. انا هخبي كل الشوكولاتة في هدومي علشان طماطم ما بترضاش تديني شوكولاتة الا واحدة بس في اليوم. هخبي كله، ده انا هبقى بوجي ابو شوكولاتة بعد كده. هي عايزة تعين الشوكولاتة لحد العيد، ده لسه بدري قوي. ده انا هخبيها كلها. يا سلام، ده انا هاكل كل الشوكولاتة. بصوا معايا يا اصحابي، كل الشوكولاتة دي هخبيها. ولسه في كتير ولا ايه؟ يا سلام، ده لسه في كتير، ده انا هاخد كل الشوكولاتة. خبيها، خبي يا بوجي، خبي يا بوجي. هدومي ما عادش فيها مكان يا جماعة. ده انا كرشي كبر كده ليه؟ بس برضو طماطم مش هتاخد بالها. كمان المخبي دي كمان. ايه ده، طماطم جايه، الملح عندي كمان اتنين. المخبي خبي جوه هدومي. يا سلام، دي فكره حلوه قوي. اما اربط بقى الكيس بسرعه بسرعه بسرعه، اربط الكيس بسرعه. ايوه، يا كيس حطها هنا، وكمان كان فوقه مخده كده. يا سلام، شاطر يا بوجي. انا لازم امشي من هنا بقى قبل ما طماطم تيجي وتعرف ان انا كنت قاعد جنب كيس الشوكولاته. ها ها ها، انا لازم استخبى في الاوضه. يا سلام، انا جيت ولسه المخده بحطتها والكيس كمان وراها. انا هاخد بقى الكيس وامشي. ايه ده، الشوكولاته دي واقعه منين؟ هو انا نسيت؟ معقوله نسيت ادخل الشوكولاته دي؟ طب كويس بقى ان بوجي ما جاش وشافها، لو كان شافها كان كلها. اما الم بقى كل حاجه واخد الكيس وامشي. ها ها ها، انا همشي بقى واخبيه. ايه ده، الحمد لله بوجي نايم. الحمد لله ما خدتش بالها ان انا مفتح عينيا. ايه ده بوجي، انت بتتكلم وانت نايم؟
إيه؟ لا 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 يا طماطم، انا مش بتكلم وانا نايم، ده انا فعلا نايم وبس بحلم. ايه ده يا بوب، انا شايفه ان بطنك كبرت ولا ايه؟ ايوه، ما انا تقلت في الاكل امبارح. بجد يا بوجي؟ ايوه، إيه، بطني عندها انتفاخ. طيب انا هروح بقى المطبخ واكمل الاكل يا بوجي. يا ريت يا ريت تروحي بقى تكملي الاكل يا شيخه، علشان اعرف انام. يلا واقفلي الباب وراكي. حاضر يا بوجي. اخيرا مشيت وقفلت الباب، دلوقتي بقى اطلع كل اللي في كرشي. يا سلام، ده انا مخبي شوكولاته كتير جدا، طلع كل اللي جوايا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا بوجي. ها ودي كمان، يا سلام، طلع كله كله، ده انا مخبي كله في هدومي. كل دي شوكولاته؟ طلع يا بوجي، طلع كل الشوكولاته اللي انت مخبيها. ايوه، لسه في واحده محشوره اهي يا جماعه، لسه جوايا شوكولاته كتير. طلع كل الشوكولاته، طلع، لسه في واحده نزلت في بنطلوني اهي اهي، شوكولاته شوكولاته كتير. بصوا بصوا معايا، بصوا شايفين؟ يا سلام، انا بقى معايا شوكولاته قد يا اصحابي، هقعد بقى كلها كلها، ولا طماطم تعرف ولا تقعد تقول لي يا بوج يا بوج اسنانك يا بوج يا بوج بطنك يا بوج، وانا كل سنه انا اللي بخلص الشوكولاته اصلا، ومحدش بيعرف ولا بيحصل لي اي حاجه. ما كلها بقى كلها. انا ما عنتش قادر، انا خلصت كل الشوكولاته، انا هنام بقى شويه، ما هي كده كده الطماطم مفكره ان انا نايم. منام، انا مش عارفه انام، انا بطني بتوجعني قوي. يا بطني يا بطني، بطني بتوجعني، وسناني سنتين الكبار دول، حاسس ان هما بيتلخلخوا وهيتخلعوا. يا سناني، اعمل ايه اعمل ايه؟ مش قادر، الحقوني. ملك يا بوجي، ملك يا بوجي، انا تعبان قوي يا طماطم ومش قادر. ليه يا بوجي، ما انا سايباك من شويه كنت كويس. لا انا مش كويس خالص، شوفي لي دكتور بسرعه. ليه يا بوجي، انت اكلت حاجه؟ لا ما اكلتش حاجه، ده انا حتى صايم يعني. بجد يا بوجي انت صايم؟ ايوه صايم من الصبح. امال في ايه؟ بس انا بطني بتتقطع بسرعه، هاتيلي دكتور. حاضر يا بوجي، هجيب لك الدكتور بسرعه. انا جيت يا جماعه، انا الدكتور، فين المريض اللي هنا؟ اهو انا يا دكتور، انا المريض. انت المريض؟ طيب استنى بقى هنكشف عليك ونشوف بطنك. ايه ده يا بوجي؟ ايه لقيت ايه يا دكتور في بطني؟ بطنك يا بوجي فيها حاجات كتير. ايوه، ما انا واكل كتير. واكل كتير يا بوجي في الصيام اللي احنا فيه ده؟ بص يا دكتور، هقول لك الحقيقه، بس اوعى تقول لطماطم اختي. طب قول لي الحقيقه يا بوجي. انا اكلت شوكولاته العيد كلها قبل ما العيد يجي، طماطم كانت مخبياها وانا لقيتها وكلتها. يا بوجي يا طفص، طب ما انت بطنك وجعتك، وكمان سنانك بقى فيها سوس، انت محتاج يا بوجي دلوقتي تاخد دواء. دواء؟ طيب كويس. وكمان حقنه يا بوجي. لا حقنه، لا انا مش بحب الحقن. لا يا بوجي، لف كده، يلا هجيب لك الحقنه حالا. لا يا دكتور ارجوك، حقنه لا. لا يا بوجي، ده انت تستاهل حقنه كبيره. الحقنه ايه يا بوجي، خد يا بوجي. ليه كده يا دكتور؟ لازم يا بوجي تتعاقب على اللي انت عملته. انا اسف، بس عايزه اقول لك على حاجه يا دكتور. قول لي يا بوجي. ارجوك ارجوك اوعى تقول لطماطم اختي ان انا كلت الشوكولاته. ما تخافش، سرك في بير، بس انت اخر مره تعمل كده. حاضر يا دكتور، مش هعمل كده تاني. طيب انا همشي بقى دلوقتي، ومش هقول لاختك طماطم.
ماشي، وانا بقى هقول لكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا اوعوا تعملوا زيي وتاكلوا شوكولاتة كتير، بطنكم ما توجعكم، وكمان سنتيكم السنتين بتوعي بدأوا يسوتوا. نسيت اقول لك يا بوجي، لازم تغسل سنانك بقى كويس بالفرشة والمعجون. حاضر يا دكتور. مع السلامة بقى يا اصحابي علشان هنام. يا بطني.